توفي الرئيس الإسرائيلي الأسبق والدولة الأكبر سنا في البلاد شمعون بيريز عن عمر نهز 93 بعد صراع مع المرض. فمنذ 13 من سبتمبر الجاري أدخل بيريز في مستشفى بالقرب من تل أبيب بعد تعرضه لجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة. ولد شمعون بيريز في 2 أغسطس عام 1923 في روسيا البيضاء، وشغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي لمرتين ومنصب رئيس الوزراء المؤقت لمرتين أيضا. وخلال حياته السياسية التي امتدت لأكثر من 60 عاما شغل بيريز عدة مناصب، من بينها نائب رئيس الوزراء، وكذلك تولى حقائب وزارية لكل من الدفاع والخارجية والمالية.